السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن مجموعة من الأكواد المهمة جدا جدا لكل مستخدمي الأندرويد بشكل عام والموبايلات بشكل خاص. تمام، يبقى لو أنا عندي موبايل أندرويد، تمام، هحتاج الأكواد دي، يعني تعتبر من أهم الأكواد اللي ممكن تحتاجها لو انت عندك موبايل شغال بنظام الاندرويد. هنبدأ مع اول كود، اللي هو كود اختبار شاشة اللمس. زي ما احنا شايفين كده، نجمة شباك نجمة شباك 2664 شباك نجمة شباك نجمة. ده كود اختبار شاشة اللمس، ده كان مثال قدامنا اهو، نقدر نختبر بيه شاشة اللمس شغالة ممتازة ولا لا. هيدينا تقرير عن شاشة اللمس عندنا ووضعها ايه. الكود اللي بعده كود اختبار جي بي اس، تمام، بنفس الكلام. طبعا الاكواد دي ان شاء الله هنلاقيها في الديسكريبشن اسفل الفيديو ان شاء الله، بحيث لو اي حد مش واضح له الكود يلاقيه تحت موجود واضح ان شاء الله في التوضيحات اسفل الفيديو. في كود اختبار صوت وكود اختبار اللاسلكي. كل دي اكواد الاختبار دي، بمعنى اديني تقرير عن اداء الفانكشن او الأداة الموجودة عندي على الموبايل، تمام، سواء الصوت أو الجي بي إس أو اللمس أو الوايرلس، تمام. في كود إعادة تهيئة هاتف الهاتف زي الفرمطة كده، كود معرفة معلومات عن هاتفك، تعرف معلومات عامة عن الهاتف نفسه، زي الموديل أو السيريال بتاعه، كود تمكين تيست مود، كود معلومات عن شاشة اللمس برضو. في كمان كود فيلد تيست، تمام، لو حصل عندي مشاكل بعمل الكود ده، ببص على الجهاز عندي اشوف المشكله فين بالظبط. كود معرفه عناوين الاجهزه على البلوتوث، كود تحديث الكاميرا، كود عرض البيلد تايم، تمام، كود عرض عنوان الماك واي فاي، نعرف الماك ادرس الخاص بالفون بتاعنا. في ناس كتير ممكن بيحتاجوا موضوع الماك ادرس الخاص ب الواي فاي او الجهاز بتاعنا. كود عرض رقم الاي ام اي اي للهاتف اللي بيعرفنا هل المنتج اصلي ونقدر نتعرف. طبعا الكود ده احنا كنا عملنا عليه موضوع عن طريق ازاي نقدر نعرف الهاتف اصلي ام مقلد او نعرف جودته على الاقل، اللي هو كود عرض رقم اي ام اي اي. هنروح بعد كده الاكواد التانية. في عندنا كود اختبار سنسور، لو انا عندي سنسور او الموبايل فيه سنسور، تمام، كود عرض خدمات جوجل توك، تمام، لو موجود عندي. كود اختبار الاهتزاز واضاءة الخلفية، كود روم فيرجن، كود اختبار ال LCD، كود اختبار البلوتوث، كود FTA software وهاردوير، كود ال RF وال PDA والهاردوير، كود النسخ الاحتياطي لملفات الوسائط، تمام. كل الاكواد دي ممكن في لحظات نحتاج اي منهم او يطلب مننا ان احنا نستخدمها، هنلاقيهم ان شاء الله جاهزين اسفل الفيديو، موجودين قدامنا في الفيديو. ولو في استفسار تحت امركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.